فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. ربي لترضى. هذا الشهر الشهر الكريم المبارك أعز ما فيه الصيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم لا عد له، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام لا عد له، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأيضا قد بين الله تعالى أن هذا الصيام سبيل إلى التقوى، وسيلة إلى، بل هو أعز الوسائل للتقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن شاء الله لام هذه لام العاقبة، فإن الصوم بحق لو استمر فيه المرء فإنه يصل إلى التقوى، وإن زلت قدمه وإن وقع في بعض ما يمكن أن يحقر من المعاصي، لكن الله جل وعلا غفور رحيم. وهذه وسيلة كما قلنا إلى محبة الله جل وعلا، وإذا أحب الله عبدا حفظه وسدده ووفقه، وإن زل يتوب ويؤوب إلى ربه جل وعلا بسرعة التوبة والفيئة. وأعظم أيضا ما يكون في هذا الشهر الكريم قراءة القرآن. القرآن هو من أهم الطاعات التي يتقرب بها المرء في هذا الشهر الكريم، كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك عليك أنزل. قال: نعم، أحب أن أسمعه من غيري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الأمة ويستنهض الأمة إلى القراءة والتدبر، وهذا جاء في الكتاب صريحا. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فشهر شهر القرآن، وأيضا شهر الصدقة والجود والكرم، كما قال ابن عباس في الصحيحين: قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. وفيها ما فيها من التوبة والأوبة إلى ربنا جل في علاه صباح مساء النهار. فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأيضا فإن في هذا الشهر العظيم دعوة مستجابة في كل ليلة أو في كل يوم عند غروب الشمس أو عند الفطر، فإن الإنسان له دعوة مستجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوات ثلاث مستجابات، ذكر منها المسافر، وذكر دعوة الوالد الولد، وذكر منها الصائم عند فطره، أو قال الصائم حين الصائم حتى يفطر. طبعا عند فطره هذه المسألة، هذا الحديث فيه كلام، لكن هو طيلة اليوم الدعاء فيه مستجاب، يوم الصوم فيه الدعاء فيه مستجاب. فشهر رمضان 30 يوما 30 دعاء مستجابا، فكيف يزهد المرء في مثل هذا الخير؟ قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبي، إلى آخر الآيات. ومثلا إن شاء الله اليوم أيضا بإيجاز دون إخلال. يحزنني جدا الإخوة التي تتقاعس عن طلب العلم. أنا كما قال الإمام العالم شعبة، كان يقول عن نفسي: لأن يزني خير له من أن يدلس. صحيح أنا عندي يعني أقع في أي معصية ثم يرزقني الله التوبة بعدها، لكن أتخلف عن درس علم هذا عندي أعظم من هذه المعصية. أي معصية ممكن أقع فيها، ممكن في وقتها يندم المرء ويستغفر ويتوب ويؤوب إلى ربي يرفع ويرفع يده، لكن التخاذل والتقاعس عن الطلب يعني هذا مميت صراحة. هذا يعني ما ينم على الهمة في الطلب ولا ينم على الصدق في الطلب، وهذه مصيبة. هذا الإنسان أصلا ما يستطيع أن يتحمله صراحة. فسامحون على هذا العتاب، يؤذيني جدا أرى التفريط في, 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 في المجالس فيها ما ينبه بأن هذا الذي يجلس المجالس هل يستحق أنه يأخذ هذا العلم ولا لا، الله أعلم. لكن هو إن لم يحرص لن يتعلم. والله لو أخذ كم العلم بأس بحرا من العلم لن يتعلم، كما قال الشافعي: أن العلم أصلا أصوله ست، أهم ما فيها الحرص. الحرص هو أهم ما يميز طالب العلم. قال: طول زمان ملازمة أستاذ، هذه من الأهمية بمكان. حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. انظر الحديث الأول قالت يغسل المني، يعني الثاني الذي كان يغسل. طيب،
طبعا الحق الأصح في ذلك أنها كانت تغسل هي الثوب، لكن سنرى إشارة عائشة رضي الله عنها إلى أن تقول يغسل أن يسلم ثوبه، في دلالة واضحة جدا أن يسلم كان يفعل ما يفعل المرء في بيته. قالت ولقد كنت، وفي رواية قالت لقد كنت أحكه يابسا بأصفري من ثوبي، كنت أحكه يابسا. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، حديث عظيم فيه إظهار لما كانت عليه أزواج أو كان عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنت أغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان المني على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فأغسله قبل أن يذهب أن يصلي، فيظهر أثر الغسل على ثوبه وهو يذهب إلى الصلاة بأبي هو وأمه. وقالت كانت يبقى يابسا فأفركه من الفرق والدلك الشديد، فأفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كانت بإظفرها، كانت تفرك هذا المني أثر المني الموجود على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها دلالات كثيرة. أولا أول ما ننظر ونفتح الباب للكلام على هذا الحديث، فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كنا خادمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخدمنا النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلنا ما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم ويسارعنا في مرضات النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تفعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرك المني من ثوبه، تغسل ثوب للنبي صلى الله عليه وسلم، تجهز له الطعام. إنسان كان كما في الصلاة دخل عليها بعد العصر يسأل بعد الفجر بعد ما صلى الضحى ينظر، أو بعد الضحى دخل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر وسألها عن الطعام فقالت لا طعام، فقال إني صائم في اليوم الذي بعده سأل عن الطعام، فقالت جهزت لك كذا حيثا طعاما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها إني كنت صائم ولكن قربي. وأيضا في رواية أنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورد البرمة على النار فسألها عن الطعام فقدمت له الزيت والإيه الخل والزيت والخبز، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر يرى البرمة على النار، تعرفون البرمة فيها اللحم، يرى البرمة على النار والذي يقدم إليه الزيت والإيه والخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تفعلين ذلك؟ ألم أرى البرمة على النار؟ فقالت له يا رسول الله إنها صدقة تصدق بها على بريرة، يعني أنت لا تأكل الصدقة حتى ولو كان لحما أنت لا تأكل الصدقة، هي صدقة تصدق بها على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي عليها صدقة وعلينا إيش؟ ولنا هدي، هي لا عليها صدقة ولنا هدي. هذه أصل أصول الفقهاء في مسألة أن القاعدة الفقهية إذا تغيرت الأيدي تغيرت الأحكام، هذا بحر آخر لا ندخل فيه الآن، لكن هذه مسألة عظيمة جدا، وهي إذا تغيرت الأيدي تغيرت الأحكام، بأنه لما قالت هذه صدقة على بريرة قال صدقة عليها لكن على لنا نحن إيش هدي، هي تهادين بها فنحن نملكها على أنها هدية وليست صدقة. وكانت أيضا عائشة رضي الله عنها أرضاه كما قلنا تعتني برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سلم في المسجد معتكفا، والمعتكف لا يخرج من المسجد كما هو مقرر عند أهل العلم بالآثار. فقالت كان يخرج رأسه، كان يخرج لي رأسه من المسجد فأرجله، يعني تسرح شعر المسلم فأرجله وهو معتكف يعني لا يخرج، فأرجله وأنا حاضر، يبقى هو معتكف لا يخرج. طب ما تدخل هي، إيش اللي جعلها منعها أن تدخل؟ أنها كانت حائضا، وهذه فيها دلالة يستدل بها العلماء المحققون على أن المرأة حائض لا تدخل المسجد، وهذا الرجع صحيح، فكانت تفعل ذلك. وأيضا من هذا بأنها كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا هذا الحديث يبين لك زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعيش النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عاش في زهد وتقشف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثوب واحد ينام فيه ويقوم بعد ذلك يصلي فيه، يعني ينام فيه فيستيقظ فيقوم فيتوضأ ويخرج به ويذهب إلى المسجد فيصلي فيه. سبحان رب العظيم، كم وكم لنا من أثواب وكم وكم لم نفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم في المشروبة التي لما آل نساءه آل من نسائه فيها، فنظر عمر بن الخطاب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم علم الحصير على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أن عمر بن الخطاب بكى، فقال له يا رسول الله هذا كسرى وقيصر ينامون على 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 الفراش الوثير الحرير وأنت تنام على الحصير، أنت رسول الله وتنام على الحصير. فقال له عمر بن الخطاب إهني يا عمر، ألم ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لذلك يخشى على نفسه الرجل الذي يعني يترفه بهذه الدنيا وقد عاش لها ما عاش للآخرة، لأن هذا لابد أن الترفه يصل بالإنسان إلى الطغيان والطغيان يصل إلى الهلاك. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والمسألة مسألة الزهد لا ترتبط بغنى ولا بفقر، لكنها ترتبط بالقلب، كما قال الإمام أحمد حنبل حزن القلب على درهم قد فقده أو فرح القلب على درهم قد حازه، هذا الذي يؤثر لك في ميزان الزهد. الزهد أن تزهد في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، الدنيا عند الله تعالى لا تسوى عند الله جناح بعوضة، قد ترحلت مدبرة والآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون فكونوا أبناء الآخرة وتكونوا أبناء الدنيا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بلسان حالي ولسان مقالي. قال لابن عمر كما في الصحيح قال إن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن
وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. فكان استغفر الله، هذا قول ابن عمر الموقوف عليه. أما القول المرفوع عليه السلام قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب لأن الغريب إذا كان في بلد ليست هي من وطنه فإنه يستدعي المال الذي يريد أن يخبئه من أجل أن يعني يستثمره في وطن الذي يستقر فيه، ونحن لا مستقر لنا في هذه الدنيا بحال من الأحوال. الوطن الأصيل هو في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بثوب واحد ينام فيه يأكل فيه يشرب فيه، أيضا بعد ما يجامع يكون يجامع فيه فيغسل من أجل أن يذهب ليصلي في هذا الثوب بأبي هو وأمي. الغرض المقصود هذا الحديث درجة الحديث حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، هذه أعلى درجات الصحة، وأيضا انفرد مسلم ببعض الروايات التي فيها أن عائشة قالت كنت أفركه، كان يابسا فأفركه فيذهب المسلم فيصلي فيه. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث سريعا حتى لا نطيل على الإخوة، المسألة الأولى جواز الكلام فيما يستحي منه، جواز الكلام فيما يستحي منه. طبعا لا يكون هذا الكلام يعني كما يقولون في كل وقت وكل حين وكل المجالس، لا، الكلام الذي يستحي منه لا يتكلم به إلا إذا أراد مصلحة أعظم، والمصلحة الأعظم هنا هي إيه؟ ها؟ العلم ممتاز، تعليم الناس، تعليم الناس، فالتعليم ممكن يستحي منه. طبعا الكلام الذي يستحي منه هو الكلام عن الجماع، الكلام على مقدمات الجماع، الكلام على أمور الحياتية الخاصة، الأمور الحياتية الخاصة يستحي أن يتكلم فيها المرء، لكن يمكن أن يتكلم فيها المرء تعليما. نعم، علي بن أبي طالب كان يقول كانت تحتي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وكنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل المسلم، لكن هذا الأمر لا يستحي منه، لابد أن يتعلم حتى يعلم، لأن علي بن أبي طالب كاد الجلد يتشقق من شدة الإيه؟ من كثرة الاغتسال. كان رجل مزاء، والمزي كما تعلمون لا يخفى عليكم، وكنت أظن أنه يخفى على كثير منكم، بأنه المزي يعقب التلطف، الملاطفة بين الرجل وزوجه يحدث له هذا المزي وهو مقدمات للمني. فالرجل علي بن أبي طالب كان مزاء جدا، فكان إذا تلطف مع أهله أو أنس أهله وأنس أو اقترب منها يذهب فيغتسل، يذهب فيغتسل، يذهب فيغتسل، كاد يبوش، كاد يموت، فذهب فبعث المقداد إلى المسلم فسأله عن ذلك، لكن استحيا، لكن أتكلم. فقال المسلم منه الوضوء، وقال اغسل ذكرك أو مذكيرك ثم توضأ. أيضا المسلم نفسه تكلم بهذا الكلام تصريحا لا تلميحا، قد تكلم المسلم بهذا الكلام عندما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن سلمة لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على القبلة عند الصائم قال أفعله أنا وهذه على أمه، على أم سلمة رضي الله عنها. وفي رواية أن الرجل جاء أنه كان يعني يجامع فأكسل، جامع رجل فأكسل، يعني إيش أكسل؟ جامع فلم ينزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أغتسل؟ قال أفعله أنا وهذه وأغتسل. ولما جاء بعث رجل بامرأة تسأل عن التقبيل في رمضان، وقال فأم سلمة أجابت فقال لها لما لم تجيبي أني أفعل ذلك؟ قالت أجبته. فقال وما لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس غضبا، قال إني أخشاكم لله وأتقاكم لله جل وعلا، إني أفعل ذلك. إنه يقبل، كانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، لكن هذا التقبيل ليس لكل أحد، أن الذي يستثيره التقبيل لا يقدم على ذلك لأنها مقدمة، لأنه ممكن أن يضيع صوم. فهو الكلام أن السلام عائشة قالت ذلك، قالت كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه، وأيكم أملك لإربه؟ يعني هو صارت يملك نفسه فلا تستثير الشهوة عندما يقبل. فالغرض المقصود أنه كان يتكلم في مثل هذا الكلام. وعائشة لما جاء أبو موسى الأشعري مستحيا فقال إني اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ما وإني أستحي أن أسألك، قالت سلني فأنا أمك، سلني ما شئت، هذا باب التعليم. فقال إذا جمع رجل فأكسر، جمع رجل فأكسر، قالت نعم على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالكلمة الصريحة التي تكون بين الرجل وزوجه، تكلم بها من أجل مصلحة أعظم، ألا وهي إيش؟ مسألة الحد. الغامدي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له زنيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم الزنا؟ ويستغرب فيقول نعم، فيقول أتعلم لعلك قبلت؟ يقول لا فعلت كذا، فيقول له لعلك ضممت؟ فيقول لا، فيقول لأصحاب أبيه جنون، هذا رجل مجنون، يقولون لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استنكهوا، يعني استموا رائحة فمه لعله شرب الخمر، استنكهوا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك فقال له فعلت كذا، وذكرها تصريحا لا تلميحا، ذكرها تصريحا لا تلميحا. فهذا كان ممكن يكون بين الزوج وزوجه، هذا من المباح،
بينه وبين زوجه إذا أراد أن يقول ذلك. لكن أنا أتكلم على أنه يتكلم بها علنا، يتكلم بها علنا من أجل التعريف فقط فيما يستحي منه. وهنا عائشة تكلمت في أمر يستحي منه، ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه المني، فتقول أصابه المني. طبعا كل إنسان ما يفهم أصاب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني من إيش؟ من جماع. وهي كانت تقول يقوم صباحا في رمضان جنبا من جماع، لأنه باب تعليم. فهنا هذه المسألة في الفقه الأولى أن هذا من باب التعليم ولا يستنكر، لا يستنكر. ولما تسأل أنت على ذلك، لو كان الرجل يخلو بزوجه هل له أن يتكلم بما أشاء؟ نقول له أولا الحش لا حشمة بين الرجل وبين زوجه، لا حشمة بين الرجل وبين زوجه. لكن هذه الأمور الحياتية الخاصة لا 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 لا, لا يطلع عليها أحد إلا إذا كان الباب من باب التعليم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي مسألة عظيمة جدا، هي مسألة أن عائشة كانت تقول كنت أغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني. طبعا غسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني فيه اختلاط، اختلاط ماء الرجل بماء المرأة، وفيه اختلاط برطوبة فرج المرأة. لذلك ابن عبد البر وإن كان مالكيا خالف المالكية وقال هذا الحديث، حديث أنها كانت تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الحديث يدل على طهارة رطوبة فرج المرأة، طهارة رطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة هو ما ينزل من المرأة حينما تأنس بزوجها، حين التلاطف بينها وبينه، وهذا كثير في النساء. مسألة رطوبة فرج المرأة هذا كثير في النساء، بل بعض النساء تعاني بأن هذا يستمر معهن، حتى احتكاك حتى الفخذين يستمر معها رطوبة فرج المرأة. الإنسان هذا يعني هو يشبه المزيد لكن ليس بالمزيد، رطوبة فرج المرأة. فهنا رطوبة فرج المرأة بهذا الحديث استدل به العلماء أو اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول بأنه نجس، وهذا صراحة لو قلنا بهذا القول يشق على النساء مشقة لا يعلم بها الله جل وعلا، وأنت إذا ضربت أو جربت الأسئلة تعلم ذلك. فالغرض مقصود الأحناف والمالكية يرون بنجاسة رطوبة فرج المرأة، لا سيما أنت أصلا في رمضان كمان أيضا عندما تخرج أو تصلي أو تذهب للسوق وهي تريد تصلي، فإذا قلنا بنجاسة هذه المسألة لا تجعلها أن تصلي، ممكن تضيع عليها الأوقات بأسرها لا تصلي. فالمعمتا هذا قول المالكية والشافعية، قالوا بأنها نجسة، واستدلوا على ذلك بأدلة فيها وجاهة وأدلة أيضا ليست يعني بالقوية. الأدلة التي فيها أدلة الأثرية والنظرية. الدليل الأثري عندهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر كان رجل إذا جامع امرأته فأكسل، يعني لم ينزل، كان رجل إذا فعل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يذهبون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون يا رسول الله جمعت أهلي فهل وما أنزلت علي غسل أم لا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، اغسل ما أصابك منها وتوضأ، اغسل ما أصابك منها. فهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ما أصابك، اغسل هذا أمر، وظاهر الأمر الإيه؟ الاستحباب صحيح، الوجوب ظهر أمر الوجوب، اغسل وجوبا ما أصابك منها، وما أصابك منها هو رطوبة فرج المرأة. فقالوا لما أمروا بالغسل دل ذلك على الوجوب، لما أمروا بالغسل دل ذلك على الوجوب، وإذا كان واجبا إذن فهو نجس، مفهوم. واستدلوا على ذلك أيضا بأن مخرجه مخرج الفرج، مخرج الولد، ولم يخلق منه الولد، قالوا وهو للشهوة، قالوا فهذا ساوى المذي قياسا على المذي، فيكون نجسا كالمذي، لأنه من باب الملاطفة. فإن كان من باب الملاطفة فبالملاطفة الرجل يكون المذي، وملاطفة المرأة تكون الرطوبة. فقالوا إذا قياسا على المذي فهو نجس. هذا بالنسبة لقول الذين قالوا بالنجاسة، المالكية والأحناف ورواية عن أحمد، المالكية والأحناف ورواية. طبعا قالوا أيضا من ناحية النظر أنه بلل يخرج من الفرج إذن فهو نجس. القول الثاني قول الشافعية وهو رواية عن أحمد أيضا، قالوا بطهارة فرج المرأة. هو هذه الرواية المعتمدة عند أحمد والله أعلم. فالشافعية يقولون برطوبة فرج المرأة أنها طاهرة وليست بنجسة، وهؤلاء عندهم أدلة كثيرة، منها أولا دليل الأصل، إذ الأصل الطهارة ما لم يدل الدليل على النجاسة الأصل. الأمر الثاني أنهم قالوا بحديث عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية قالت كانت تغسله ورواية أخرى كانت تفركه، فهل هذا اختلاف؟ ليس اختلاف. رواية الغسل كان إذا كان رطبا، ورواية الفرق كما صح مسلم إن كان إيش؟ يابسا، إن كان يابسا تفرك لا تغسل، وإن كان رطبا تغسله. فقالوا الفرق يدل على أنه ليس بنجس، لأن الإجماع أنه عندما تغسل قلنا الغسل للنجاسة كما تقولون أنتم، يبقى الفرق دلالة على أنه ليس بنجس، ولو كان نجسا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في هذا الباب. فإذا والاستدلال بهذا الحديث، تعرفون وجه الدلالة من هذا؟ تستدل بأن
أو يستدل العلماء بأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب بن سلمة، ما لنا وله، ما العلاقة بينها وبين رطوبة فرج المرأة؟ تفضل. لأن المني اللي تفرك عائشة ظلانه مخلوط بالماء. ممتاز ممتاز. هو احنا نقول اذا لا يبعد ان يكون رطوبه فرج المراه اصابت الثوب كما اصاب المني الثوب، يبقى اذا رطوبه فرج المراه قد اصابت ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عائشه تفركه ان كان يابسا، دلاله على انه ايه؟ على انه طاهر وليس بنجس. وهذا راجح صحيح، الراجح صحيح ان رطوبه فرج المراه طاهره وليست بنجسه، رطوبه فرج المراه طاهره وليست بنجسه، فلا غسل ولا شيء. لكن المساله الفرعيه على هذه المساله الاصيله، هل يجب الوضوء أم لا؟ هل ينتقد به الوضوء أم لا؟ هذه المسألة الثانية، هل ينتقد برطوبة فرج المرأة ينتقد به الوضوء أم لا؟ الحق بأن العلماء اختلفوا بذلك على قولين. القول الأول جماهير أهل العلم حتى الشافعية الذين قالوا بالطهارة قالوا ينقض الوضوء بذلك، ينتقد الوضوء، هذا قول عامة العلماء، قالوا ينتقد الوضوء بذلك. ليش؟ قالوا أنه قد خرج من الفرج، وما خرج من الفرج فهو ينقض الوضوء، ولا يستلزم من ذلك أن يكون نجسا، لأننا نقول بأن كل الخارج من المخرجين نجس فيلزم الوضوء. لا. ليش؟ لأن الريح باتفاق طاهر وليس بنجس، ومع ذلك ينتقد به الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقالوا يا أبا هريرة وما الحدث؟ قال درات أو فساء أو درات، فدلالة أنه على أنه على الطهارة وليس على النجاسة. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب عند الشافعية والحنابلة، فقد قالوا بأنه وإن كان طاهرا ينقض الوضوء لأنه خرج من الفرج. طيب، والقول الثاني هو قول ابن حزم. ابن حزم قال إنه طاهر ولا ينتقض به الوضوء. صراحة كلام ابن حزم كلام قوي وفيه وجاهة، لكني لا أدين الله به. أنا أقول ما خرج من السبيلين ينتقض به الوضوء. الحق بأن ما خرج من السبيلين ينتقض به الوضوء. فالمرأة نعم هو طاهر، فلا تحتاج إلى غسل الثوب ولا تحتاج إلى غسل المحل والمكان، لكنها تحتاج إلى الوضوء إذا أرادت الصلاة. هذه المسألة الأولى، مسألة رطوبة فرج المرأة. الرد على المخالف الذين قالوا بنجاسة، حقا لهم وجاهة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ما أصابك منها. نحن نقول هذا الأمر باغسل ما أصابك منها، نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغسل ليس للنجاسة ولكن للاستغزار، ولكن للاستغزار. وممكن يقول اغسل ما أصابك منها المني وما يقصد به رطوبة فرج المرأة، فإذا القول هنا اغسل له تأويلات، له يحتمل احتمالات، اغسل ما أصابك منها، يغسل ما أصابك منها مما رد من منيك أو منيها، يعني هو يتكلم عن المني مع أن المني أصلا طاهر، مني المرأة طاهر كما سنبين، لكن هو قال اغسل ما أصابك منها من باب الاستغزار لا من باب النجاسة، من باب الاستغزار لا من باب النجاسة. والدلالة على ذلك الأدلة الواضحة جدا التي أظهرت أن الأصل طهارة، وأيضا بأنه كان يكون يابسا على ثوب نسلا فتفركه ولا تغسله. مفهوم ولا غير مفهوم؟ وهذا جمهرة الصحابة يقولون بها. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي آخر مسألة، مسألة المني، مني الرجل، يعني إذا احتلم الرجل وكان في ثوبه هذا المني، له أن يصلي بهذا الثوب ولا بد من تغييره؟ هل المني نجس أم طاهر؟ أيضا اختلف فيه العلماء على قولين. سبب هذا الاختلاف هذا الحديث، وهو الرواية التي في مسلم فرض بها عن الصحيحين بأنه قال قالت عائشة كنت أفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الخلاف في العلماء، اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول أيضا المالكية والأحناف، وقالوا بنجاسة المني، قالوا بنجاسة المني، مني الرجل نجس، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها أولا حديث المتفق عليه قالت كنت أغسل، وفي رواية قالت يغسل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه إذا أصابه المني، فقالوا يغسل لا يغسل إلا من نجاسة، الغسل يكون طهارة من النجاسة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، طهارة وطهور إناء أحدكم، يبقى الطهارة تكون من النجاسة فيكون بالغسل. فقالوا عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ثوبه من المني إذا أصابه، فهنا الغسل يدل على النجاسة. هذا استدلال الأحناف والمالكية، واستدلوا على ذلك أيضا بأن مجرى مخرجه مخرج البول، مجرى البول فيكون نجسا مجرى، أيضا استدلوا على ذلك بالمتفق عليه وهو أن المذي نجس، مع أن الحنابلة لهم رواية أن المذي ليس بنجس، لكن هم اتفقوا، هم أربعة اتفقوا على أن على نجاسة المذي، قالوا فإن المذي مقدمات المني، يبقى إذا المني أيضا نجس كما المذي نجس. هذا ما استدل به القول في نجاسة المني. أما الشافعية
والمعتمد عند الحنابلة قالوا بطهارة المني، وهذا قول الحاج وهذا الراجح الصحيح، قالوا بطهارة المني. وسنرد على المخالف يعني، استدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة أولا حديث عائشة بأنها قالت كنت أفرك ثوبا وسلم، يعني تفرك الثوب من المني من ثوب وسلم ولو كان ليس أن غسلته، فيها دلالة على الطهارة وليست النجاسة، بل ولأن السلام كان يصلي في هذا الثوب، ولأن السلام كان يصلي في هذا الثوب. استدلوا أيضا بدليل آخر مهم جدا، هو بأن المني كان يصير بوقت يابسا في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المني على ثوبه فيصير يابسا، وهذا يأخذ وقت. طب وين وجه الدلالة في هذا الدليل؟ نشوف بقى الصيام بيأثر في الإخوة ولا بيأثرش في الإخوة. لا صبرا صبرا، ناخدوها كده بالطابور ولا الأول هات البشمهندس، عشان البشمهندس مش عايزه يعتاد يتثائب. شوف هذه أشرف المجالس وأفضل الناس على إطلاقهم طلبة العلم، فلا يصح لهم أن يتوانوا في هذا الخير. تفضل. خط عشواء عشان بس ايه، انا عايز اقول لك فقط يعني تنتشي تستيقظ. نعم ان شاء الله الرحمن. لو كان نجس لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو غسلته وفرك فرك فرك ها يعني، ما هو فرق بالفرق ازيل، بالغسل ازيل. لا كان يصلي واثر واثر الغسل او الفرق موجود، يعني ما يصليش لما بعد ما يزال. ما هو لو نجس ما يفرقش، لازم بالمية. ما هو بقى الأحناف هيرد عليك يقول لك والفرق أيضا مطهر. طب ما هو وجب فأزاله، ما هو وجب فأزاله. لا لا، آية في الجزء 29 فيها الإجابة. لا في 29 ده 29 حافظ القرآن. هو يريد السرعة في في في, في الإجابة. ها الله يحفظك يا رب. سورة تدل على قيام الليل وتدل على البشارة والنذارة. أيوة قال وثيابك فطهر، هذه فعل السرعة وأمر. فنقول هنا من الدلال على انه ليس بنجس ان السلام تركه ييبس في ثوب، وهو ما قلتش الوجه الدلاله، اما اسمع وجه الدلاله وهتشوف عشان بس ما تنزعش. وجه الدلاله انه ان السلام امر بسرعه ازاله النجاسه، فليس لمثل النبي ان يتوانى في ازاله النجس على الثوب، فمفهوم. لكن انتم كل اجابتكم ايه؟ انه قبل ان يصلي فعله. قلت ثم هو تركه وهو مأمور بسرعة الإزالة، فلما لم يسرع دل على أنه ليس بإيه. فهمت وجه الدلالة بقى؟ هذا هو الذي قلته أنت. الحمد لله على الإنصاف، أفضل شيء في طلبة العلم الإنصاف. فإذا هو وجه الدلالة أن الإنسان لما ترك وييبس في ثوبه دل على أنه ليس بنجس، لأنه مأمور شرعا بسرعة إزالة هذه النجاسة، مفهوم؟ فهذه أيضا فيها دلالة على عدم النجاسة. يستدلون أيضا بأن أصل خلق الإنسان من وين؟ من الحديد ولا من النحاس ولا منين؟ ها اصل خلق الانسان من وين؟ من ماء مهين. مش لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال له من اين انت؟ قال انا ايه؟ من ماء، يقصد انا خلقت من ماء، من ماء اللي هو المني. صحيح. فقالوا لا يبعد ولا يمكن ان نقول اصل البشر الذين قد فضلهم الله على جميع الخلق، ولقد كرمنا بني ادم واحملناهم في البر والبحر، فضلهم الله على جميع الخلق ومنهم افضل الخلق على الاطلاق، يكون اصلهم نجس؟ لا يمكن ان نصور بهذا الباب بحمل الاحوال. يعني اصل النبي واصل ابراهيم واصل نوح لا يكون الا طاهرا. فقالوا اذا اصل الانبياء طاهرا واصل الانسان ايضا يكون طاهرا. لذلك من الملح ان الماردي او غير الماردي كان عند امير المؤمنين وجاء رجل يصلي فقال يعني انت بينازعه، يعني كان مناظرة بينه وبين حنفي. قالت فقال له بما تنازع او على ما تنازع تناظر؟ قال انا انازعه على ان اصله على الطهارة وهو لابد وهو ينازع على ان اصله ايه؟ النجاسة. طبعا تعجب حتى منهم تعجب من هذا القول، يعني كيف يرتضي رجل عن على نفسه ان يكون اصله ايه؟ نجس. والصحيح ان الاصل الطهارة، الأصل الطهارة. فقالوا هذه الأدلة، وهذا الراجح صحيح. الراجح صحيح أن مني الرجل على الطهارة ليس على النجاسة، أن مني الرجل على الطهارة وليس على النجاسة، للأدلة الظاهرة القاهرة البهيرة في ذلك، لو لم يكن فيها دليل إلا أن أصل الخلق أصل خلق الإنسان من الطهارة
لكفى بهذا ترجيحا على ان المني على الطهاره. طب الرد على المخالف، الرد على الاحناف والمالكيه فيما استدلوا به اولا بان عائشه كانت تغسل ثوبا، والسلام قلنا كانت تغسله استحبابا وليس وجوبا، وكانت تغسله استقذارا، لان العرب يستقذرون ان يكون في شيء عالق بالثوب وهو يقوم يصلي. يعني الشافعي كان بيتكلم عن طالب العلم، يعني قال طالب العلم اللي هو المهذب حقا، طالب العلم الفقيه يقولون يتعبه ما يكون في ثوبه. كيف؟ هو طبعا افضل الثياب لطالب العلم الثياب البيض، كما كان سلم احب الثياب اليه الابيض، فالابيض ان كان في شيء ايش اللي يحدث؟ يشغله، او حتى في ثوبه شيء من النجاسه يشغله، ما يستطيع ان هو يعني ينتبه انتباها عظيما. العرب كانوا كذلك، لهم صفات عاليه، فما كانش يستطيع ان يذهب يصلي وفي ثوبه مثل هذا ما يستقذره هو او يستقذره الناس. لا سيما ان سلم كان يحب ان تفوح منه رائحه الطيب وان يكون في احسن هيئه عندما يقف عند امام ربه جل في علاه، فكان استحبابا وليس وجوبا. واما الاستدلال بالاثر انهم بالنظر بانهم قالوا مجرى مجرى البول، قلنا لا يلزم من ان يكون مجرى، نعم نحن معكم المجرى مجرى البول، لكنه لا يدل على النجاسه، ليس من اللوازم ان كان مجرى مجرى البول ان يكون نجسا. طب كيف ذلك؟ له نظير في الشرع، ان يكون في المجرى مجرى نجس ويخرج طاهر. انتم متصورين اصاله ما يستدلون به؟ ممتاز، لا فضة فوق، الحمد لله وصلت لها. انا كنت احسن منكم، مش متصورين اصلا الاستدلال عندهم. هم يقولون المني مجرى من مجرى ايه؟ مجرى البول، مجرى البول مجرى نجس، يبقى نجس. قلنا لهم لا يستلزم، ليس بلازم، ليس بلازم، بل الله تعالى قال من بين فرث ودم، وهو عند الأئمة الأربعة الدم نجس والفرث طبعا بالوجوب ايش؟ بالاجماع بالاتفاق عندهم نجس. قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، هو طاهر ولا نجس؟ طاهر، فلا يستلزم، فهذا لا يستلزم بحال من الاحوال ان يكون المجرى وكان مجرى نجسا ان يكون نجسا. هذا رد عليهم في هذا الباب. والاستدلال الثالث، في حد ضبط كتابنا؟ الاستدلال الثالث ايش؟ استدلوا ثالثا، مفيش حد ضبط كتاب بحال من الاحوال؟ محدش كتب الدخيل؟ قياسا على المذهب، انت وين انت وين يا اول انت؟ كتبت ولا ما كتبتش؟ ايش؟ مراجع. طب راجع شوف كتبت ولا لا؟ أنتم لا تذاكرون، الاختبار قريب إن شاء الله. قالوا قياسا على المذهب، قلنا هذا القياس قياس ايش؟ قياس مع الفرق. قياس مع الفرق، المذهب ينزل من إنسان دون ايه؟ تدفق. صحيح؟ ودون استشعار الشهوة الشديدة يعني. فالمني يختلف عنه. وأيضا منه فقط غسل المحل والوضوء، لكن المني منه الاغتسال فافترق فلا يلحق. فصار القياس قياسا مع الفارق فلا يلحق، فتسلم الأدلة ويكون المني طاهرا، وهذا الراجح الصحيح. هذا بإجمال. إذا إتماما للفائدة، كما قال بعض العلماء الخارج من الإنسان ثلاثة: طاهر بالإجماع، نجس بالإجماع، وإن كان في نظر في بعض ما قالوا فيه نجس بالإجماع مختلف فيه. طاهر بالإجماع مثل إيش؟ لا، المني مختلف فيه. نعم الريح ماشي طاهر. ايش ثاني؟ سأموت. الهواء لما بتبكوا بتغتسلوا؟ الهواء تخيلنا بس في سيارة. طيب لما الدموع لما بتنزل منكم بتغتسلوا ولا بتغسلوا وجهكم ولا بتعملوا ايه؟ تغتسلوا من الدمع. طب الدمع ايه؟ خارج من السبيلين ولا خارج من الانسان؟ قلت من الانسان. فالدمع طاهر ولا الدمع طاهر واللعاب طاهر والعرق طاهر؟ جيد، هذا الطاهر. طيب هذا طاهر بالاجماع، نجس بالاجماع البول والغائط. طيب وقالوا الدم، والدم صراحه الاجماع فيه نظر، فيه خلاف. طيب مختلف فيه هو المني. المذي هذا مختلف فيه، وان كان الراجح باتفاق انه على النجاسه، والذي يخرج من الانسان مدي وذي ومني، المني طاهر والذي نجس والمذي نجس. نعم شيخ. اللي هو الايه؟ اه نعم، لكن نجس. الانسان قال اغسل ذكرك ومذاكيرك. في روايه السنه ابو داود قال فيه النضح، لكن هو نجس. وان كان في روايه عن احمد انه طاهر، وصحيح الراجح انه نجس. هذا الراجح صحيح. قال منه الوضوء، وقال اغسل ذكرك ومذاكيرك. وفي روايه قال انضح فرجك. وبعض العلماء الذين قالوا بالغسل قالوا النضح يحمل على الغسل.
حتى وبعضهم قال لا نقف عند النطح وهذا يدل على تخفيف نجاسته لكنه نجس في الراجح الصحيح. فوائد المستنبطة من هذا الباب: أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في غسله لثوبه، أنه كان يعمل في 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 البيت مساعدا حتى لأزواجه. لما سئلت عائشة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي قالت كان في مهنة أهلي، قال كان في مهنة أهله بأبيه وأمه، كان يقصف نعله ويفلي أو يلف ثوبه بأبيه وأمه، فهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعمل في بيته. الفائدة الثانية: فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يعملنا على تطهير ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمخصوص بالمدح هنا بعد العموم عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعظم النساء قدرا في هذا الباب، تقربا للنبي صلى الله عليه وسلم وتزلفا وأيضا نشرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. الفائدة الثالثة: زهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعيش إلا بثوب واحد، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وخير وقال خير رجل أو خير نبي من أنبياء الله، خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، أو خير بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال فداك أبي وأمي يا رسول الله. فكان الصحابة يتعجبون يقولون ولما يبكي ولما يقول بهذا الكلام، رجل خير من ما عند الله وما ما 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 في الدنيا فاختار ما عند الله. وكان أبو بكر كما قال الراوي أفقه الصحابة، لأنه علم أن هذا دلالة على دنو وأجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من نبي دنا أجله إلا ويخير بين الدنيا وبين الآخرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا بأبي هو وأمي. من الفائدة الثالثة أو الرابعة بأن ظهور أثر الغسل على الثوب لا يضر ظهور ولا يخل بالمروءة، يعني الرجل فرك ثوبه هكذا وخرج للصلاة بين الناس والناس يرون أثر غسل المني، هذا لا يخل بالمروءة، هذا لا يخل بالمروءة. الصلاة الفائدة الأخيرة: الصلاة في الثوب الذي أصابه المني، الصلاة في الثوب الذي أصابه المني هو ثوب ينام فيه ويصلي فيه، هذه فيها دلالة كما قلنا على جواز ذلك من الإنسان. لهذا كنا انتهينا من حديث اليوم ومررنا على مسألتين مهمتين جدا، مسألة طهارة المني والمذي وكلام المني والمذي والكلام على رطوبة فرج المرء. أو في أي سؤال تفضل. عدم دخول المرأة حاضر المسجد، لا يجوز المرأة حاضر تدخل المسجد. تفضل شيء. المرأة لا يجوز أن تدخل أن 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 تدخل المسجد، أن تمكث في المسجد. ليه؟ المرأة لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حاضر، حالة كونها حاضر. في خلاف، بعض الظاهرية يقولون بجواز دخول المرأة الحاضر المسجد، ويستدلون بذلك بأدلة، يعني الأصل عدم المنع، وأيضا يستدلون بأن عائشة أدخلت يدها في المسجد، أدخلت يدها في عندما طلب منها السلام الخمرة، فقالوا إذن يجوز المرأة أن تدخل المسجد وهي حائض حالة كونها حائض. وصحيح راجع أن المرأة لا يجوز أن تدخل المسجد حالة كونها حائض بحال الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل على عائشة وهي تبكي فقال ما لك أنفستي وكانت حاجة حاضت بسرف قبل أن تعتمر، فقال لها إن هذا الأمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، كل شيء يفعل الحاج افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والطواف بالبيت طبعا هي بتطوف وهي طايرة، فمش هتدخل المسجد صحيح ولا لا؟ كيف هتطوف بالله عليكم؟ إذا دخلت يبقى لما منعها من الطواف قد منعها من إيه؟ من الدخول. لذلك جمهور العلماء يرون علة المنع من الطواف الطهارة وعدم دخول المسجد، أنها لا تدخل المسجد لأنها حائض، مفهوم؟ وأيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعياد، قالت أم عطية أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخضور المصل يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض الإيه؟ المصل. طب تعتزل لما؟ طهارة المكان المسجد، المصلى يأخذ حكم المسجد. عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة يا عائشة، سجادة الصلاة، ناوليني الخمرة، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني حائض، يعني إني حائض والحائض لا تدخل المسجد. من وين علمت عائشة هذا الكلام؟ من وين علمت يا باشمهندس؟ أنت بتنام فعشان كده رايح. عائشة يأتيها الوحي، لكن متى يأتيها؟
كيف اذا كان جبريل سلم عليها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا عليها السلام. ياتيها الوحي. نعم. هذا حال النائم. شوف شوف لما توقف انا يضرب خمس فزداس الان ده. فقال لك اكيد انا معلوماتي خطا، ده بياتيها الوحي. شوف انظر بالله عليك، هذا حال النائم او هذا حال الصائم. اشكر الصوم ان يظهر لي كيف تكون العقول، مع ان الصوم بينقل العقول. بالله عليك يا عائشه نبيه ما تغلط، سبحان ربي العظيم. يعني ماذا افعل معك؟ استيقظ استيقظ استحضر. عائشة طبعا لا يمكن أن تعلم، لا لا تدخل المسجد إلا بعلم، والعلم هذا يكون من من النبي صلى الله عليه وسلم، علمها ذلك. فلما تعلمت لم تدخل، قالت يا رسول الله أندهش، كيف تقول ادخل المسجد وأنا تعلمت منك أن المسجد لا يجوز أن تدخله الإيه المرأة الحائض؟ صحيح راجع أنها لا تدخل المسجد ولا تقرأ القرآن، يحرم عليها قراءة القرآن. بقلبها ماشي، بعينها ماشي، في السماع ماشي، لكن تقرأ وهي حائض حتى تكون حائض لا يجوز. وهذا أيضا فيه خلاف، الأئمة الثلاثة قالوا لا يجوز، والإمام مالك فقط قال إن خشيت النسيان، ورجحه ابن تيمية، والصحيح رجع أنها لا يجوز، يحرم عليها أن تقرأ القرآن. حديث صحيح عن علي بن أبي طالب قيل له عندما قال قيل له المرأة الحائض على القرآن يعني تقرأ القرآن؟ قال ولا حرفا واحدا. وهذا ورد عن ابن عمر بن الخطاب أيضا أنه قال ولا حرفا واحدا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف قال لا أحل المسجد لغيرهن ولا للحائض، هذا حديث ضعيف. وأيضا حديث نهي النهي عن قراءة القرآن للحائض حديث لم يصح. لكن هناك أدلة سردناها على حرمة قراءة القرآن للمرأة الحائض فلتراجع. نعم. في رمضان السؤال مش فاهمه. بيتقدم وما فيش فرق بينهم بعض يعني؟ ليس فيها ثمة شيء، المهم استطعت السجود. حتى لو بعيد، بس هم كانوا يرون أن أفضل الفضل أن يكون وراء الإمام، بس هذا وراء الإمام لابد أن نقول بقى هل المتقدم الذي يتقدم ولا الذي له صفة معينة يتقدم؟ الحق أن الذي له صفة معينة، لأن الإنسان قال ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. يعني واحد حافظ القرآن ورجل ورجل هو مقدم بين الناس بحفظه للقرآن، أنا بتكلم أقول الآن إنه أولو الأحلام والنهى المقصود به هو إيه؟ خاتم القرآن، خاتم القرآن. لأن أبي بن كعب دخل متأخرا وكان في طفل صغير واقف في الصف الأول، فأخذوا من يده ورده مع إنه متقدم عليه في المجيء، فقال له أنت من أولو الأحلام والنهى؟ أنا من أولو الأحلام والنهى، ودخل وأخذ مكانه. هذا فيها خلاف بين العلماء، ولكن أنا أرجح هذا. فالفضل فيما أن يكون من أولو الأحلام والنهى، وبعد ذلك على اليمين، بعد ذلك على اليسار. طبعا حديث انه ان الملائكه تسلم على يمين الامام حديث شاذ مش صحيح، لكن الحق ان اليمين عموما كانت احب للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا الصحابه يقول كنا نستحب ان نكون على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما يسلم بوجهه يكون ينظر الى الصحابه على يمينه، هم اول من يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه بعد الصلاه. هذا هو الفضل فقط. نعم. هل من العلماء من قال بالفطر بالاكتحال في العين؟ بعضهم يقول بذلك، وما أدري، هذا كلام شاذ، هذا كلام شاذ. علماءنا يقولون ولو وجد طعمه في لسانه لا يقتل. ليش؟ لأن العين ليست مجرى أصيل مع الفم والأنف. رواية رواية ورواية ورواية أنها لا تفطر، وده الراجح صحيح. موافقتهم للعلماء أفضل. وإلا وقد ورد أنه كان بيكتحل الإنسان صائما في بعض الروايات جاءت على الضعف، لكن الاكتحال ليس فيه ثمة شيء. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.